طبعا هذه من صفات المسيح أو أعلن عن نفسه أنه خبز الحياة. ترى ما هو المقصود بقول المسيح عن نفسه أنه خبز الحياة، وفي نفس الإصحاح في إنجيل يوحنا أنه الخبز الحي؟ هل في فارق بين التعابير؟ لما يذكر الكتاب أنا هو خبز الحياة، أي مصدر واهب أساس الحياة، ولما يذكر أنا هو الخبز الحي، هذا يعني أنه في المسيح تكمن الحياة، كما هو مذكور في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والعدد الرابع، فيه كانت الحياة. هو مصدر الحياة، وهو في كينونته، في تكوين المسيح الحياة ذاتها.